أبنائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. ننتقل لبارت 2 في المحاضرة رقم 5 في الاندوكراين اللي هقولنا هنخلص الثيرويد بإذن الله، وده هيبقى جزء قصير هياخد أقل من ساعة، ربما تلات أرباع ساعة أكثر بإذن الله. كنا خلصنا في الجزء بارت 1 في المحاضرة رقم 5 على اتكلمنا على الهايبوثيروديزم. دلوقتي هنتكلم بالعكس على الهايبرثيروديزم اللي هو الجريفز ديزيز، وده طبعا مور كومون عن الهايبوثيروديزم. طبعا الهايبوثيروديزم هي الاكثر انتشارا لو خدت الحالات اللي هي السب كلينيكال كيسز اللي هي مش باين عليها سيمتوم، وقلنا عرفناها ازاي، اللي هم حوالي مليون، ان هم عندهم التي 3 والتي 4 نورمال وهم ما فيش كلينيكال مانيفستيشن. امال ليه قلنا ان هم هايبوثيروديزم؟ لانه عشان التي 3 والتي 4 يبقوا نورمال، البيتيوتري اضطرت تزود التي اس اتش عشان تشغل الثيرويد المعدل الواجب. وعشان كده تشخص هذه الحالات سب كلينيكال هنا ما عليناش هناك، بس لان دي مهمه جدا ان احنا نقيس لعن تي اس اتش اللي ايه زايد. طب زايد يبقى المفروض الثيرويد هيبقى فيها هايبو فانكشن، لا، التي 3 والتي 4 نورمال فهي سب كلينيكال كيس، يعني زيادة الـ TSH نجحت في أن تحتفظ بالليفل بتاع الـ T3 والـ T4 نورمال، فما فيش أي كلينيكال مانيفستيشن. بس ممكن يقلب بعد كده بقى، لأن ممكن الثيرويد في مرحلة ما لا تستجيب لزيادة الـ TSH. لو خدت الحالات الصاب كلينيكال في الهايبوثيروديزم قلنا هيطلع بليون واحد في العالم عنده صاب كلينيكال هايبوثيروديزم، لكن احنا الوقت بنتكلم عن حالات الكلينيك. ففي الكلينيكال الجريفز ديزيز أكتر من او الهايبر ثايروديزم اكتر من الهايبر ثايروديزم، فده نسبته نبتدي نتوقع امتدئ 1.2% هناك كانوا 4% يبقى تقريبا 3 اضعاف الهايبر، 3 اضعاف 1.2 هناك 0.4. كما في الهايبوثايروديزم الفيميلز اللي افكتد 2 to 10 times more affected than الهايبو than الميلز، الفيميلز 2 to 10 times more than in males. طيب مع شقة الاستعشق النظام الهايبرثايروديزم هناخد الكوزس بتاعتها والمانيفستيشنز والتريتمنت، نفس التلات نقط. حتى انا في الاخر اعمل لك مفاجأة جميلة ان احنا هنحطهم في مقارنة، يعني هقول المرضين في ان واحد وعاوزك انت كهوم وورك ابقى اعمل انت، هديك انا الايتمز بتاعت الجدول وهوريه لك وانت ملاها. طيب ابتدي بالكوزس، برضو هنقسمها زي هناك يا ثيرويدال يا سوبرا ثيرويدال، بس اللي استجد علينا هنا ايه بقى؟ حاجه اسمها اكتوبيك ثيرويد تيشو. اكتوبيك يعني خارج موقع الثيرويد، يبقى في ثيرويدال وفي سوبرا ثيرويدال، وما زال الثيرويدال زي هناك هي الاهم. فأشهر مرض ثيرويدال هنا اللي هو اسمه جريفز ديزيز، جريفز ديزيز هنتكلم عليه بعد قليل. هذا الجريفز ديزيز الراجل اسمه جريفز اكتشف المرض ده في سنة 1835، وأنا كاتب لك حتى تاريخ الاكتشاف، في 1835 تم اكتشاف هذا المرض. هو لاحظ ان العيان عنده في خلل في الثيرويد، جويتر عن تضخم في الثيرويد ادى لجحوص في العين اكسوفثالموس، فساعات بنسميه اكسوفثالموس جويتر، لكن نسبه الى مكتشفيه جريفز ديزيز اللي اكتشف المرض في سنه 1835. خد بالك بقى، بينما هناك قلنا عشان نحطها في المقارنه كان اهم سبب هو الهاشيموتو، هنا مش بس ده اهم سبب، ده الجريفز ديزيز بيمثل 50-80% من الهايبرثايروديزم، يعني اهم سبب للهايبرثايروديزم هو الجريفز ديزيز، زي ما هناك كان اهم سبب هو الهاشيموتو. خد التانية بقى جميلة قوي، انها كما الهاشيموتو it's an autoimmune disease. ده سؤال مهم جدا في الشفاء، يبقى امراض الثايرويد whether جريفز هايبر والهاشيموتو هايبو الاثنين autoimmune disease. بس هنا بقى خد المفاجأة اللي بعدها، احنا فاهمين ان اوتو اميون ديزيز يعني الجسم ينتج انتي بوديز، والانتي بوديز دي
destructive in their functions. بتحطم النسيج اللي بتهاجبه. وعشان كده هناك في الهاشيموتو حصل هاشيموتو ثايرودايتس وهايبو فانكشن. هنا بقى المفاجأة مذهلة ان الانتي بادي اللي بتعمله الليمفوسايتس مشابه تماما للثايرويد ستيميليتنج هرمون، فبيشتغل على الريسبتور بتاعه. اديني بساعدك بالليزر يعمل له ستيميليشن، فيبقى فانتهينا بانتي بوديز ستيميلاتوري ان ذير فانكشنز. ده ساعات سؤال في الدكتوراه نساله بالعكس، نكون بنسال على الاميونيتي، نقول لك قول لي انتي بوديز في الجسم نوت ديستراكتيف ان ذير فانكشن، ما بتكسرش، انها بالعكس تعمل ستيميليشن. اشهر اكزامبل في الجسم اللي هو جريفز ديزيز هايبرثايرويديزم اكستوثالموس جويتر. يبقى لما يسألك ايه سببها هتقول له it's an autoimmune disease، سببه thyroid stimulating hormone receptor stimulating antibodies. واحد يقول لي صعب ان انا احفظها، لا ما انا علمتها لكم بقى، نعيده تاني يا جماعة. هم بيفكروا بيكتبوا من ناحية الشمال، احنا اهل اليمين بنكتب من اليمين للشمال، مخنا متركب يمين، فانت ابدأها من الاخر الاول. يبقى هو antibody بيعمل ايه؟ بيستيميليت مين؟ الريسبتور بتاعت التي اس اتش لانه شبهه بالظبط. يبقى انتي بادي بيستيميليت لانه نفس شكل التي اس اتش، انتي بوديز بيستيميليت الريسبتور بتاعت التي اس اتش. يبقى اما نقولها من الشمال لليمين يبقى ايه بقى؟ ثايرويد ستيميليتنج هرمون ستيميليتنج انتي بوديز، ثايرويد ستيميليتنج هرمون ريسبتور ستيميليتنج انتي بوديز. يبقى الموضوع سهل، انت خدها من اليمين تلاقيها سهلة. انتي بادي من الاخر بيستيميليت، تاني كلمة، الريسبتور، تالت كلمة بتاع التي اس اتش. يبقى ما تقولها بالعكس، يبقى تي اس اتش ريسبتور استيميليتنج انتي بادي. This is the only way how to memorize it. بس فكر، ده اهم سبب 50-80% من حالات جريفز ديزيز اللي هو اكتشف هذا المرض في سنة 1835. كاتبها لك فوق. طيب هل في أسباب أخرى بقى؟ نقول الرصات اللي بيحبها الزملاء الأفاضل. بس لما بدأتش بده إنما يقول لي، يعني بقول لك قيس ليلى ما يقول لك هايبرثايروديزم سببه إيه؟ جريفز ديزيز بطريقتي، ثم جريفز ديزيز، ثم جريفز ديزيز، ثم أي كلام بقى، كلام أي كلام. كمل ثايرويدا، عيان عنده أكيوت ثايرويدايتس. خد بالك الاكيوت انفلاميشن اوف ثايرويد بيعمل لها استيميليشن، انما الكرونيك ثايرويدايتس بيحولها الفايبرس تيشو بيعمل لها انهيبيشن ويدي هايبوثايرويديزم. يعني الاكيوت يعمل استيميليشن، الكرونيك ثايرويدايتس يعمل يحولها الفايبرس تيشو هايبو فانكشن. او يكون في مالتي نودولار جويتر، يعني في كذا نديول شغاله في الثايرويد بتعمل هايبر فانكشن، او جويتر واقف فيه نديول واحدة بس شغالة بنشاط جامد، يسموها توكسيك أدينوما. أوما في اللغة يا أولاد يعني ورم، ما خدش بالك من كلمة كارسينوما ساركوما؟ أوما معناها ورم في الجلاند، أدينو يعني جلاند. لما أقول لك عندي ليمف أدينايتس يعني التهاب في الغدد الليمفوية، ليمف يعني ليمف، أدينايتس التهاب في الغدد الليمفوية، أدينو معناها غدة. فتوكسيك أدينوما يعني في ورم في الجلاند بتاع الثيرويد بيطلع العيان تسمم بالثيروكسين، توكسيك ادينوما. او عيان بياخد بالعكس بقى تو ماتش ايودين او تو ماتش ثيروكسين، يعني هو عنده هايبوثيروديزم وادوله جرعه كبيره من ليفي ثيروكسين. دي بسميها كلام الشحاتين، لسته اللي هي بتكمل بيها الصوره بس، انما يبقى اهم سبب هو الجريفز ديزيز. طب نيجي سوبرا ثيرويد، يبقى العيب فوق الثيرويد في البيتيوتري. ايه البيتيوتري؟ فيها ورم تيومر بيطلع تي اس اتش كتير وعليه الثايرويد بتطلع تي 3 تي 4 كتير. او في حاجه تاني في البيتيوتري، ان البيتيوتري ريسبتور ريزيستنس، يعني ايه؟ مفروض لما التي 3 تي 4 يزيدوا بالنيجاتيف فيدباك على البيتيوتري ينهبت البيتيوتري، يقول لك كفايه كده. البيتيوتري لا ترتدع ريزيستنت، الريسبتور لا يستجيب لزياده الليفل اوف تي 3 تي 4، فيسموها بيتيوتري
ريسبتور ريزيستنس، يبقى اما في بيتيوتري تيومر يا اما بيتيوتري ريسبتور ريزيستنس. الريسبتور في البيتيوتري الفيدباك زياده التي 3 تي 4 لا يؤثر فيها انسنسيف. زودنا حاجه ثالثه بقى، اكتوبيك ثايرويد تيشو. يعني تصور وقلت لكم قبل كده يا اولاد ان اي هرمون ممكن يطلع في الجسم من نون اندوكراينال تيشو مش من الغده اللي بتطلعه. اديت مثال حلو، فاكر في الاي دي اتش قلنا العيانين اللي عندهم كانسر لانج، كانسر لانج مالها اللانج ومالها البوستيريور بيتيوتري؟ اللانج كانسر بيطلع انتي دايوريتيك هرمون. ممكن نسيج بره الثايرويد خالص يعمل لك هايبر ثايرويديزم، نسيج مش زي الثايرويد ويطلع ثايروكسين. وفسرتها ليه يا اولاد؟ قلت ان كل خليه في جسمك عندها البوتنشياليتي انها تعمل اي نسيج. واحد يقول لي اثبتها لي، اثبتها لك. هو احنا اتخلقنا من ايه؟ الله يعلن عن وحدانيته. سبيرم حيوان منوي تفاعل مع اوفم مع بويضه وعملوا خليه واحده، اندمج في خليه واحده، ومن هذه الخليه الواحده اتعملت كلك حضرتك، يعني عملتك كل انسجتك. يبقى كل خليه بدورها عندها البوتنشياليتي انها تعمل اي حاجه. وادي مثال صارخ تاني غير الاي دي اتش في حاله الكانسر لانج، ان في ممكن هايبر ثايروديزم من اكسس ثايروكسين مش طالع من الثايرويد، او عيان عنده هايبوثايروديزم وادينا له تو ماتش ثايروكسين. يبقى هنا برضو الثايروكسين جاي من بره بقى، جاي منين؟ من الصيدليه. تو ماتش ثايروكسين. يبقى اسباب الهايبوثايروديزم ثايرويدال او سوبر ثايرويدال زي الهايبو، بس زودنا عليها ايه بقى؟ اكتوبيك ثايرويد تيشو. طيب تاني نقطه اتفاق ان اهم سبب كان هناك اوتو اميون ديزيز هاشيموتو، هنا اهم سبب اوتو اميون ديزيز جريفز ديزيز. ده مش اهم سبب بس، ده معظم الاسباب. هناك كان اهم، انما هنا 50-80% اوتو اميون ديزيز. ولازم تبقى حافظ اسم الانتي بادي. انتي بادي خدها من الاخر الاول، بيستيميليت الريسبتور بتاعت التي اس اتش، شكله زي الثايرويد سيمتيك هرمون، فبيعمل استيميليشن للريسبتور بتاع الثايرويد سيمتيك هرمون يخليها تطلع ثايرويد سيمتيك هرمون كتير، يبقى الغده تطلع ثيروكسين كتير. خلاص اسف، ان هو يشتغل على الثايرويد سيمتيك هرمون يخلي الغده تطلع تي 3 تي 4 كتير. الريسبتور هنا في الثايرويد، ثايرويد الكوز، فبدل ما يشتغل عليه التي اس اتش يشتغل عليه الانتي بادي يخليها تطلع تي 3 تي 4 كتير. وترص بقى الرصه اللي ملهاش لازمه، اللي هي اكيوت ثايرويدايتس، مالتي نودولار جويتر، توكسيك ادينوما، شخص بياخد تو ماتش ايدين اور تو ماتش ثيروكسين. طب سوبر ثايرويد انت عارف مين الرئاسه المباشره؟ البيتيوتري. يا البيتيوتري فيها تيومر ويطلع تي اس اتش كتير، يا اما الريسبتور اللي مفروض التي 3 والتي 4 يعملوا لها انهيبيشن بالنيجاتيف فيدباك ويوقفوا تي اس اتش، ريسبتور دي ريزيستنس. طب نمره ثلاثه اكتوبيك ثايرويد تيشو وحكيت عنها، يبقى ده اسباب الهايبر ثايروديزم. طيب نيجي للافكتس مع شركه مستعشق نظام، هنا اسهل من الهايبو. نفس الثلاث عناوين الاساسيه هي قلت لك هعملها لك جدول في الاخر. اول حاجه الثايرويد، ولعها ولع، شعللها شعلل، هي الهيتر بقولها هنا، يبقى انت شغلتها اكتر، يبقى في انكريزد كالوروجينيسيس، هيزيد انتاج السعرات. جينيسيس يعني تخليق، كالوري يعني سعرات، هيزيد البيزل انرجي اكسبندتشر. هناك كان نقصت 40-50%، هنا زادت 100%. بتوابعها الاربعه هي انا قاصد اللي قلت لك هحطها لك جدول في الاخر. طيب دلوقتي انا الدفايه شغاله اكثر مما ينبغي، يبقى الدنيا هيحصل لها ايه؟ هتحرر. يبقى ذا بيشنت كان نوت توليريت هوت، هناك كان ذا بيشنت كان نوت توليريت كولد. طب واحد بيحرق كتير، يبقى تتوقع البادي ويت بتاعه هيحصل له ايه؟ بيحرق كتير، يبقى البادي ويت هيقل. وبرغم انه بيحرق كتير بيحاول يعوضها، بيزيد الابيتايت ومع ذلك بيخس، يعني بيخس والابيتايت زايده. هناك كان ما بيحرقش فكان عنده اوبيستي، البادي ويت بيزيد وبرغم انه ما بياكلش. ده هنا في نقطه الاوائل، ولانه سخن بيعطش كتير، السخن يبقى عطشان، يعني مش بس بيزيد الابيتايت ويزيد الثرست. نمره ثلاثه، هناك كان في فتيج، هنا ماسل ويكنس. ده انا قلت حتى الماسل ويكنس هنا ممكن تبقى عنيفه جدا بسبب حاجه اسمها ثايروتوكسيك مايوباثي. انه قلنا ان في الهايبر ثايروديزم التي 3 والتي 4
من كتر ما زادوا بيتحول الاكشن بتاعه على البروتين من انابوليك في النورمال ليفل الى كاتابوليك، يحرقوا العضلات، فيرو توكسيك مايوباثي. خلاص، ودي الطريقه قلت اللي عملها محمد علي كلاي لما حاول يرجع رحمه الله بعد الاعتزال، كان تخن، فالمدرب بتاعه اللي مش فاهم طب قال له عشان تخس كده ويبقى شكلك رشيق اداله ثيروكسين عشان يحرق العضلات فيبقى جسمه كده رشيق رفيع. طب اذا حرق العضلات اللي هو هيستخدمها عشان كده كسب مبلغ جامد بعد 5-6 سنين من الاعتزال ولا معرفش اكتر لما تحدى، بس كانت هزيمه يعني خارج المنظومه وخارج السياق العام لهذا البطل العالمي اللي خد احسن رياضي عالمي في العالم على مستوى العالم في كل الرياضيات. ليه؟ لان الراجل اداله ثيروكسين، الثيروكسين بيعمل ماسل ويكنس لانه بيتحول من زياده الثيروكسين من انابوليك الى كاتابوليك. لما قلت لك ده ما بيحرقش بس الماسل، بيحرق قلبك، بيعمل هارت فيلير، فماسل ويكنس هناك كان فاتيك. طيب زياده رابع حاجه زي هناك، بدل ديكريز ذا اكتيفيتي اوف بودي سيستم انكريز ذا اكتيفيتي اوف بودي سيستم. لكام سبب؟ لسببين، بسبب الكالوروجينيسيس اهي فوق، وبسبب زياده السنسيتيفيتي تو كاتيكولامينز. وقلتها لكم 100 مره يا اولاد ان التي 3 والتي 4 والادرينالين والنور ادرينالين الجد واحد، هم كلهم طالعين من التيروزين، فزياده التي 3 والتي 4 بتزود السنسيتيفيتي للادرينالين والنور ادرينالين كاتيكولامينز. نفس الاربعه سيستم. شوف بحب النظام قوي يا اولاد عشان تبقى المقارنه راكبه لابسه. الهارت تخيل بقى عين سخن والادرينالين والنور ادرينالين شغالين جامد، يبقى عنده تاكي كارديا. حتى زمان كانوا يقولوا حاجه اسمها السليبنج بالس، يعني وهو نايم حتى البالس عالي. طبعا بطلوها ان لا يصح عام في اثناء ما هو نايم يتسلل الطبيب في الورد في القاعه في المستشفى ويمسك ايد العيان ويشوف البالس، يعني ممكن تؤخذ حاجه مش لطيفه، سبيشال انهم معظمهم في ميلز لاحظ يعني. فعشان كده بطلوا حكايه السليبنج بالس، لان واحد يروح لعيانه نايمه ويروح ماسك ايدها عشان يشوف البالس، كلام لا يصح. فنقول تاكي كارديا، وبالتالي وزاد البالس، وطبعا هيزيد الكاردياك اوت وزاد البالس بريشر. ليه؟ البالس بريشر ده عباره عن سيستوليك ناقص داستوليك، بسبب الهارت شغال اكتر الستوليك بيعلى، لان السيستوليك ديبندز على الاستروك فوليوم. فاكر السيستوليك ستروك فوليوم اللي هو الهارت، بينما الداستوليك ديبندز على ايه؟ على الارتريولز. طب ما العين سخن، الارتريولز دايليتد، الدم بيتسرب من الارتري في اثناء الداستول فالداستوليك يوطى، يبقى عنده السيستوليك عالي والداستوليك واطي، يبقى طبعا الفرق ما بينهم بيبقى عالي جدا اللي هو البالس بريشر، بسبب زياده السيستوليك بريشر ونقص الداستوليك. طب نيجي على السي ان اس، بالعكس العيان مش طايق نفسه، عنده irritability، يعني العيان كده متهيج في حاله تهيج irritability وسليب بروبلم، مش عارف ينام انسوميا، يعني عنده ارق جامد. وبعدين تعمل له ريفلكسز، بالعكس هايبر ريفلكس مش ديلايد ريلاكسيشن، هايبر ريفلكس. طب خد على الجي اي تي، الموتيليتي بتشتغل جامد، جعان سخن الموتيليتي بتاعت الجي اي تي شغاله جامد، يبقى يجي له مش كونستيبيشن بقى، يجي له دايريه. وبعدين على الريسبريشن انكريزد بريدنج، ها حلو كده. نقول لي بقى النقطه الثالثه لابوراتوري، وبعدين هرجع لثلاثه واربعه. لابوراتوري كنا بنتكلم هناك في كام نقطه، احب النظام قوي، الكلام بيفهم بعضه ويتجمع مع بعض. كنا اتكلمنا على حاجتين، كوليسترول والفرق بين الثيرويدال والسوبرا ثيرويدال. كوليسترول قلت ده اشهر سؤال في الام اس كيو، ان الكوليسترول بقولها تاني بيتحرك بصوره عكسيه في حاله الثيرويد جلاند، يعني في الهايبر ثيروديزم في هايبوكوليسترينيميا، ودي قلت الميزه الوحيده اللي بياخدها العيان اللي عنده هايبر ثيروديزم. وبقولها حتى كده في تامل خاص، يعني بقول ساعات عيان يكون هيموت من زياده الكوليسترول، يجي له سيفير اسيد كروز، وربنا يجيب له حاجه هو يبقى زعلان منها، بس قسم بيها ربنا خيرا يجيب له هايبر ثيروديزم، فاروح موطي له الكوليسترول. فاهم؟ حتى ما كان زمان ما فيش ادويه توطي الكوليسترول، فيعني يدي له الاجل اللي سامحه بيه ربنا اطول من لو ما حصلش هايبر ثيروديزم اللي سامحه بيه الله. طيب نيجي بقى هنا، لو الخلل في الثيرويد ثيرويدال اهي ثيرويدال، يبقى 100% هيزيد هنا في هذه الحاله، هيزيد التي 3 والتي 4، فبالنيجاتيف فيدباك يقل التي اس اتش. بينما لو الخلل في البيتيوتري سوبرا ثيرويدال، في بيتيوتري تيومر بتطلع تي اس اتش كتير، فتطلع بدورها تي 3 والتي 4 كتير. ده سؤال شافه ومشهور جدا،
ازاي تفرق الثيرويدال من السوبرا ثيرويدال اللي هي كنا هناك بنسميها سكندري لو كانت في البيتيوتري وتيرشري لو كانت في الهايبوثالامس. الاجابه سهله جدا، في الهايبر في الحالتين زايد التي 3 والتي 4. الفرق الوحيد هو لو الخلل في الثيرويد هتطلع تي 3 وتي اس وتي 4 كتير، يبقى بالنيجاتيف فيدباك يقل التي اس اتش. لكن لو بدانا الخلل من البيتيوتري زاد التي اس اتش عليها يزيد التي 3 والتي 4، تبقى حافظ هذا الكلام كويس قوي. زي ما هناك السيفير كيسز اوف اندر اكتيف ثايرويد بيسموها ميكسيديما، بس عندنا احنا بيعتبروا الميكسيديما هي الهايبو وهذا غير سليم، فبيحصل ميكسيديما كوما ويتش مي بي فيتال رير بات فيتال. هنا في حاجه اسمها ثايرويد ستورم، عاصفه انكومون بات مي كوز ديث. لو دخلت كميه ثايروكسين كتيره جدا في الدم، وده ساعات بيحصل ثايرويد ستورم ده في اثناء عمليه الثايرويدكتومي لو إزالة الثيرويد بالعمليه. عشان كده كل الناس ما بتحبش العلاج الجراحي دلوقتي عشان الثيرويد ستورم ده، وليه اسباب اخرى طبعا، الثيرويد لو حصل انفكشن، لو حصل حاجات زي كده. يعني هي في هناك في ميكسيديما كوما، هنا في ثيرويد ستورم. الكلام ده اللي بنقوله هنا يا اولاد، وانا عامل محاضرات دي مش ليكوا فقط، للاطباء وللزملاء اللي بيشرحوا، عاوزين يعني نزود شويه من المعلومات اللي بنقولها. ودليل بنقول تاريخ، بنقول ترمينولوجي، بنقول اصل الكلمات، بنقول كل حاجه عشان نسيب ارث كده معتبر يثري ال 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 يعني الحاجه بلغتنا العربيه، الفسيولوجي باللغه العربيه. طيب يبقى دول الثلاثه اللي قلناها قبل كده. طب هناك كنا زودنا اثنين سبيشال كاركترز، لو صغير هيبقى كريتينيزم، لو كبير هيبقى هايبوثايرويد، او قلنا الهايبوثايرويديزم اللي هي قلنا اندر اكتيف ثايرويد في السيفير كيس ميكسيديما. هنا بدل ما احط نقطتين تانيين، لان انا ما فيش كبير وصغير. خد بالك هو جريفز لاحظ ايه؟ لاحظ ان العيان عنده اكسوفثالموس جحوص في العين والجويتر الغده كبيره. فعيب في مرض الجريفز ديزيز الهايبرثايرويديزم اللي اسمه اكسوفثالموس جويتر، تنسى تقول عيب قوي في مرض اسمه اكسوفثالموس جويتر، تنسى تقول ان العيان عنده اكسوفثالموس وجويتر. حلوه دي، اسمعها تاني. في مرض اسمه اكسوفثالموس جويتر لا يصح ان تخفي الذكر الاكسوفثالموس جويتر، تقول اكسوفثالموس جويتر على فاقد كده مش هتنسوها يا اولاد. يبقى في هذا المرض لازم تفتكر اكسوفثالموس جويتر. خد المفاجاه بقى، برغم ان المرض اسمه اكسوفثالموس جويتر، فالحاجتين دول ما هماش كونستانت فيتشر، يعني مش كل عيان عنده جريفز ديزيز عنده اكسوفثالموس وعنده جويتر. في بعض العيانين عندهم كما السيده الراحله ام كلثوم كان عندها هايبرثايرويديزم وعندها اكسوفثالموس، فكانت بتلبس النظاره السوداء عشان تخفي عينيها. ولا زلت اذكر كنت اخطب في الزمالك في جوار الفيلا بتاعتها، دلوقتي بيعملوها برج بتاع رحمه الله احمد ابراهيم. كنت انزل 7 الصبح، شوارع القاهره فاضيه، رايح كليه، هي بتتمشى الدنيا فاضيه في الزمالك. فكنت كده يعني اجي جنبها عارفاني واصبح عليها، وتملى لقى الصبح لابسه النضاره السوداء دي ولسه الشمس مش حاميه ولا حاجه. طبعا كنت متفاهم ليه بعد ما درست في الطب ان هي عندها اكسوفثالموس ومش عاوزه المنظر بتاع العينين يبقى مش حلو، فتملي كانت لابسه النضاره الغمادي. فالاكسوفثالموس كان ام كلثوم عندها اكسوفثالموس، بس حالات كثيرة جدا عندهم جريفز برضو زي ام كلثوم وما عندهمش اكسوفثالموس. الاكسوفثالموس ده في حوالي يعني لو عاوز تعرف تقريبا نقدر نقول ايه 30 ل 80% من الحالات، يعني خليها متوسط كده 50% بيبقى عندهم اكسوفثالموس تقريبا. في الاكسوفثالموس عاوزك تعرف عنه كلمتين، السبب والإفكت لو حصل. السبب انه في انتي بوديز، زي ما في انتي بوديز ضد الثايرويد، في انتي بوديز ضد، اسمع، ضد حاجتين، الاكسترا اوكلر ماسلز الماسل اللي حوالين العين، والريترو بالبر تيشو والتيشو اللي ورا العين ريترو بالبر. تخيل لما تضرب الماسل اللي حوالين العين بانتي بوديز وتضرب التيشو اللي ورا العين بانتي بوديز، الانسجه دي هتلتهب وتتورم سويل. طب ده الاوربت كله صغير جدا يا اولاد، ف
فهنا ينطبق اغنيه احمد عدويه، زحمه دنيا زحمه، اجي من هنا زحمه روح هنا زحمه. العين لقت الماسلز تورمت، النسيج وراها تورم، تروح طالع بره. يبقى ده الكوز. الكوز كلمتين، انتي بودي ضد حاجتين، الاكس اوكلر ماسلز وريترو بالبر تيشو. طب والافكتس حاجتين. بزعل من الزملاء اللي يركزوا في حاجه عمرك ما هتشوفها، اكستريملي رير، ان لما العين تقحص يبقى ما اقدرش اقفل الجفن وانا نايم تماما، فالعين الدموع تتبخر، يحصل دراينس اند انفلاميشن، العين تجف وتلتهب. عشان كده بنعالجهم نحط لهم قطره زيت، لانه ما بيعرفش يقفل عينيه من كتر الجحوظ وهو نايم، فقطره زيت تمنع تبخر الدموع وبالتالي تمنع الالتهاب. فيري رير ان يقول لك يحصل ستريتش في الاوبتيك نيرف، وطبعا دي جنريشن في الاوبتيك نيرف وبلاينس، ده اكستريملي رير. هتقول لي ليه دي اكستريملي رير؟ لان الاوبتيك نيرف تورتشوس كورس، يعني المسار بتاعه متعرج، فيسمح بان العين تقحص من غير ما الاوبتيك نيرف يتشد للدرجه انها تعمل له اتروفي. فبليز ما تقعدش بالحاجات بره خارج السياق. بلاينس فيري رير، يمكن تقضي عمرك كله ما تشوفش ولا عيان بسبب الاكسوفتالموس حصل له بلاينس، انما الاساس دراينس وانفلاميشن. يبقى الاكسوفتالموس لها يوجد سببان، انتي بوديز ضد، قولهم معايا، الاكس اوكلر ماسلز والريترو بالبر تيشو، فيتورموا والدنيا زحمه في الاوربت، العين تطلع وتؤدي الى شيئين، دراينس وانفلاميشن، دراينس وانفلاميشن، دراينس وانفلاميشن. شوف بقولها بطريقتي، ثم بلاينس ان رير كيسز، والجويتر برضو بتحصل في سام كيسز. طيب ده اللي هو مرض الهايبرثايروديزم، اللي هو اشهر سبب ليه الجريفز ديزيز، فيسموه حتى جريفز ديزيز، اللي هو اكسوفثالموس جويتر. هنعالجه ازاي بقى التريتمنت؟ معظم العلاجات ميديكال يا اولاد، ندي انتي ثايرويد دراجز، خلاص دراجز تمنع تكوين التي 3 والتي 4، بس ليها عيب هنقولها بعد شويه، انها بتكبر الغده، فيسموها جويتروجينز، والستات ما بيحبوش رقبتها تكبر يعني، فاحنا بنقول لها بصي هنديكي دواء هيقلل الهرمونات فهيحسن كل ظواهر المرض، بس على العكس الجويتر هتزيد، لان الانتي ثايرويد دراجز لما قلل تي 3 تي 4 هاجي لها دلوقتي اعمل لها رسمه، يبقى بالنيجاتيف فيدباك لما يمنع تكوين التي 3 تي 4 يحصل ايه؟ قول معايا، تي 3 تي 4 قلله بالنيجاتيف فيدباك، يبقى التي اس اتش يزيد، وانت ناسي وكنت ناسي افكرك، تي اس اتش ما بيزودش بس الفسيولوجي، بيزود الاناتومي، السايز، السايز والفاسكولاريتي اوف ذا جلاند. فانا لو طبيب نابه شاطر اقول له خدي بالك انا هديكي انتي ثايرويد دراجز، ادويه هتحسن كل ظهر مرض، بس خدي بالك بقى في حاجه واحده مش هتتحسن، اللي هي الغده هتلاقيها كبرت، ما تخضيش، ما تقوليش ان انا مديكي دواء غلط، مش هشرح لها طبعا ان الدواء بيقلل تي 3 تي 4 وعليه تي اس اتش يزيد بالنيجاتيف فيدباك، والتي اس اتش ده بيأثر على الاناتومي فبيزود السايز والفاسكولاريتي. عشان كده سموا الادويه دي هنجيلها في اخر نقطه، جويتروجينز يعني مولدة الجويتر. اقول لك معلومه ثانيه جميله، ادويه الانتي ثايرويد دراجز دي مش بس بتزود الجويتر، وفي حالات كتيره بتزود الاكسوفتالموس. فكنت بقولها بطريقه طريفه، في مرض اسمه اكسوفتالموس جويتر، العلاج الرئيسي يحسن من كل ظواهر المرض، كل ظواهر المرض ما عدا الاكسوفتالموس والجويتر، صور مع ان اسمه اكسوفتالموس جويتر. تاني علاج يا اولاد نعمل راديشن براديو اكتيف ايودين، اللي هو كيميكال ثايرويدكتومي، يعني حطم الثايرويد براديو اكتيف ايودين. فيري رير دلوقتي نعمل سب توتال اور توتال ثايرويدكتومي، يعني نشيل الثايرويد يا توتال يا سب توتال. ليه بطلوها؟ لعديد الاسباب، واحده منها طبعا يحصل ثايرويد ستورم والعيان يتوفاه الله في اثناء العمليه، انما انت ممكن تعور الريكرنت لارنجيال نيرف، وده يعمل لك هورسنس اوف فويس اند ديفيكالتي ان سوالوينج في العيان، يعني غير له صوته،
ام كلثوم ما قبلتش طبعا اياميها كانت الثايرودكتومي دي بيعملوها كتير ما رضتش لان هي يعني ثروتها في صوتها فده بيعمل هورسنس اوف فويس وبيعمل العب منها ديفيكالتي ان سوالوينج ده دي الاساس اهم من هورسنس اوف فويس في العين العادي وقلت طبعا ان الراحه ممكن يعمل ثايرويد ستورم العين يموت فعشان كده الثايرودكتومي دي احنا بنعملها فقط لو في كانسر او ان الجويتر عامل كومبريشن سيمتومز ضاغط على حاجات حواليه في الرقبه او ساعات الثايرويد تدخل تحت الاسترنم تضغط على حاجات مهمه في الميديستاينم انما الاساس ميديكال ثم ميديكال ثم ميديكال ما كانش يبقى راديو اكتيف ايودين ثم راديو اكتيف ايودين ثم راديو اكتيف ايودين ثم سب توتال ثايرويدكتومي عشان انا خايف العمليه بتعمل ثايرويد ستورم يعني يموت فيها او قلنا يحصل ديفيكالتي ان سوالوينج هورسنس اوف فويس طيب تعالى بقى انا فاضل لي يعني دقائق قليله جدا فقررت ان احنا نعمل حاجه لطيفه مؤداها ايه ان احنا نقارن مع بعض الهايبو ثايروديزم بالهايبرثايروديزم في جدول رائع اعتبره هو هومورك بالشكل ده اهو و احنا بس ايه ثواني نوضب القصه عشان يبقى بس كده طيب هقارن الهايبر بالهايبوثايروديزم فرضنا هتنبص منها جدا احنا اتكلمنا في كام نقطة يا شباب عشان نبقى فاكرين كنا اتكلمنا في ثلاث نقاط الكوزس والإفكتس والتريبمنت تحت اهي تلات نقط الأساسية قبل ما نبتدي كنا قلنا ان الامراض الثايرويد دي much more common in females than in males خلاص ده لسه قايلينها وقلنا حتى انه نسبتها في الجريفز في الفيميل 2 ل 10 مرات قد الميل طيب نسبه المرض بقى عشان تفهم ان دول اهم مرضين عندنا بعد الديابيتس ميليتس في العالم امراض الثيرويد هي الاهم تشوف النسبه رهيبه يعني قد ايه من الناس عندها هايبرثايرويديزم 1.2% في الهايبو التولت 0.4% وان كان السب كلينيكال هايبوثايروديزم فاكر التعبير بليون واحد عندهم طب ليه سموها سب كلينيكال لان تي 3 وتي 4 نورمال مفيش كلينيكال مانيفستيشن تي 3 طب قلتوا ليه اللي عليهم هايبو لان لقينا التي اس اتش زايد يبقى عشان نحتفظ بالتي 3 وتي 4 نورمال البيتيوتري بتاعه موجود رهيب قد لا يستمر طب نيجي الكوزس كنا قسمناها الى ثايرويدال وسوبرا ثايرويدال وفي حاله الهايبر شايف المقارنه جميله اهي حطينا اكتوبيك يعني حاجه بره الثايرويد في اكتوبيك ثايرويد تيشو يبقى هما اتنين في ثايرويدال وسوبرا ثايرويدال وفي الهايبر في هنا اكتوبيك مفيش ما يقابلها طب سيبك من اللثه والرص والعجن قول لي ايه اهم سبب في الدنيا للهايبر ثايرويديزم جريفز ديزيز اللي هو اوتو اميون ديزيز طب وايه اهم سبب للهايبو هاشيموتو ديزيز اللي هو اوتو اميون ديزيز يعني اوتو اميون هي السبب الاساسي في الاثنين هنا بنسميها جريفز وهنا بنسميها هاشيموتو الاثنين نسبه الى مكتشف المرض او سوبرا ثايرويد هنا كنا قلنا حتى في عيب في البيتيوتري هنا قلنا بيتيوتري او هايبوثالاموس بس النسبه كام واحد في الالف يعني الثايرويد هي الاهم عشان ما نعبطش وهنا في اكتوبيك زودنا حاجه ثالثه اللي يكون في اكتوبيك ثايرويد تيشو او واحد خد من الصيدليه بحاجه من بره ايه اكتوبيك خد تي 3 تي 4 طيب نيجي للمانيفستيشنز المانيفستيشنز ثلاثه اساسيين واثنين فرعيين ده النظام كنا اتكلمنا على الكالوروجينيسيس والسكين واللابوراتوري تيست خلاص حتى انا اعتقد في الهايبر ما قلناش السكين اسف في الهايبر السكين يا ولاد بالعكس اما الحراره تبقى كتير هيبقى الجلد يعني مبلول وفلاش لونه احمر وسخن وور سويت
يعني سويتي يعني في ميه وورم عكس هناك ترى. هقولها دلوقتي في المقارنه بس ما كناش قلناها، الظاهر فوتناها مع انها مكتوبه في الورق. المهم يبقى كالوروجينس دي اهم واحده، يبقى في كالوروجينسيس وسكين ولاب، واثنين بيختلف من هنا لهنا، يبقى عشان لطيف يبقى الافكتس خمسه اهو. نيجي كالوروجينس فيها اربع نقاط اساسيه ونمره اربعه بتنقسم لاربعه، هو بذكرك بيه الاربعه سيستمز. انت قول معايا بقى، انا اقول واحده وانت تقول واحده. هنا قلت الكالوروجينسيس ان الدفايات بتشتغل الضعف 100%، هنا بتشتغل النص 50%، حتى حلوه هنا الضعف وهنا النص تقريبا يعني عشان نفتكرها. يبقى هنا ذا بيشنت كان نوت توليريت في الهايبر، كان نوت توليريت هوت وذر، ده من اوائل السيمتوم في المرض، ان تلاقي من اهم السيمتوم ان عيان احنا قاعدين في جو لطيف جدا هو الوحيد اللي حران جدا. يبقى هناك انت تقول ايه بقى؟ انا بقول هنا ذا بيشنت كان نوت توليريت هوت وذر، يبقى انت تقول لي هنا كان نوت توليريت كولد وذر، برافو عليك. طيب هنا العام بيحرق الضعف، يبقى البادي ويت هيقل برغم ان الابيتايت زايده، برغم انه بياكل كتير بيخس وايفن بيشرب كتير عندي. طب انت عندك ما بيحرقش بقى، نص الحرق اللي بقى هتقول البادي ويت حصل له ايه؟ زاد اوبيستي برغم انه ما بياكلش لانه ما بيحرقش مش محتاج ياكل، ابيتايت قليله. نيجي على الماسلز، هنا بيبقى في ويكنس سيروتوكسيك مايوباثي في بعض الحالات، هنا فاتيج هي. طب نيجي نقرا بعض البادي سيستمز، هتفتكر لي بقى البادي سيستمز شو كده والرائع، عايزك تعمله بروحك يعني، انا بديت لك الفكره وانت اكتبه بقى كده عشان تطلع. تاني مرض بعد الديابيتس سكند كومن هو الثايرويد، تبقى حافظه صم. هتتكلم على اهم تو سيستم خدناهم في اولى وثانيه اللي هم الكاردوفاسكولار والسي ان اس، وبعدين الجي اي تي والريسبريشن. هنا العين سخت وقلت البادي سيستم سببها حاجتين، secondary to calorigenic effect و secondary to increase sensitivity to catecholamines، يبقى secondary لدي و secondary لدي. فتعالوا مع بعض، يبقى هنا انا اقول واحدة وانت تقول التانية. هنا هيحصل الاداء عنده tachycardia increased cardiac output و increased pulse pressure، زاد السيستوليك وقل الديستوليك. فحضرتك تقول bradycardia وهيقل cardiac output. نيجي على CNS، انا العان عندي بيبقى ريتابل وانكشس، يعني العان كده شكله متهيج وحتى مع الاكسفصال مش شكله غريب، وبعدين عنده انسومنيا سليبنج ديستربنس مش عارف ينام، وبعدين تعمل له ريفلكسس لا ريفلكسس اكزاجيريتد. حضرتك تقول العكس، طالب كليه الطب تشرح نفسك مش قادر اركز يا دكتور في ديكريست كونسنتريشن. طب فكر يا ابني، ناسي لوس اوف ميموري، ليه بنام كتير وديبرست، وتعمل ريفلكسز عنده الرياكشن تايم طويل بسبب ديليد ريلاكسيشن. طب نيجي على الجهاز الهضمي، عن سخن هنا فبنبص نلاقي عنده دارية. انت حضرتك تقول كونستيبيشن لسبب الموفمنتس قليله وديسبيبسيا، وبعدين على ال ريسبيريشن. هنا انا اقول عنده هايبر فنتيليشن او هايبريبنيا، انت تقول عنده هايبو فنتيليشن يعني براديبنيا النفس بطيء. نمسك الجلد بقى اللي هو بعتذر ان ما كناش قلنا بس هقوله دلوقتي. هنا الجلد بتاع العيانه دي بتبقى ما بيعرقش مفيش حرق، يبقى كورس ودراي و كولد واصفر للاوائل بسبب جوندس في الاطفال او في الكبار كاروتينيميا، ان الكاروتين ما بيتحولش لفيتامين اي لان ما فيش تي 34، فيزيد في الدم كاروتين لونه اصفر يصفر الجلد بس مش جوندس في الكبار. في الصغيرين الليفر مش شغاله كويس تبقى جوندس بيليروبين هايبر بيليروبينيميا. الناحيه الثانيه عام بيحرق الضعف، يبقى الجلد بتاعه ويت وورم سخن وفي سويتنج وفلاش لونه بقى مش اصفر احمر، يبقى هنا احمر لان السخونه وهنا اصفر، هنا سخن هنا سائع، هنا الجلد رطب هنا الجلد دراي وكورس، وحتى قلنا الهير بيبقى فيه لوس اوف هير. طب نمسك اللابوراتوري على الكوليسترول، اهم حاجه يتحرك بالعكس. العيان اللي عنده هايبر ثايروديزم عنده هايبو كوليسترينيميا، الكوليسترول قليل دي الميزه الوحيده اللي خدها من المرض، انما
العالي اللي عنده هايبوثايروديزم بالعكس، ده دي الخيبه بقى، اللي عنده نقص في الثيروكسين بنلاقي عنده كوليسترول عالي. ان هايبو ثايروديزم ذير از هايبر هايبر كوليسترينيميا ويجي له سيفير اثيروسكلروزس. نيجي على التي 3 والتي 4 والتي اس اتش، انت فاهم القصه. طبعا في الهايبو التي 3 والتي 4، في الهايبر التي 3 والتي 4 زايدين ولا تبقى اتش هايبر. التي اس اتش ديبندز، لو السبب ثايرويدال خلاص ثايرويدال او اكتوبيك ثايرويدال يبقى بالنيجاتيف فيدباك هينقص التي اس اتش، لكن لو السبب سوبرا ثايرويدال سوبرا ثايرويدال بالعكس هيزيد التي اس اتش، والعكس بالعكس هنا التي 3 والتي 4 في الهايبو ناقصين. لو السبب ثايرويدال وهو الاغلب 1000 حاله الى واحد يبقى هينقص تي اس اتش، لكن لو السبب سوبرا ثايرويدال اللي هي سكندري اور تيرشري يبقى بالعكس هنلاقي تي اس اتش في هذه الحاله زايد. وكلمتكم على السب كلينيكا اللي بنقولها هنا وبندرسها هنا وما اعرفوش عنها حاجه عندنا في مصر. طيب في نقطتين بقى هيختلف تماما، يعني دي النقاط الاساسيه كالوروجينيسيس وسكينو لاب. لو حضرتك بتتكلم على الهايبوثايروديزم تشرح، لو الطفل صغير هيبقى عنده كريتينيزم، وقلنا افتر ذا نيم اوف كريت ايلاند اللي كانوا بيعزلوا فيها الاطفال الاغبياء في اليونان، هيبقى عنده ديلي ان اول ذا مايلستونز اوف نورمال جروث فيزيكال ومنتال وسيكشوال. كل ظواهر نمو قليله فيزيكالي دورف واتنس والبون اكتر من السوفت تيشو، وتاخد الطفل من فوق لتحت تشرح خمسة فاكرهم اللي هو اهو بناخدهم بالبيبي يا ولاد، الاي النوز الماوث السوبرا كلافيكولار ترينجولار بادو فات والابدومن البوت بيلي ابدو، تاخدهم الخمسة ده في الكريتينيز. في الميكس ديما هتقول بقى لسه ما خلصناش كريتين، يبقى ده قلنا الفيزيكال. نيجي قلنا منتالي كريتين ايديوت، هو اسمه كريتين ايديوت، عمره العقلي تحت سنتين، كان نوت تيك كير اوف هيم سيلف. 2 انكونترنت بيفوت على نفسه لان عمره العقلي تحت سنتين. 3 ديفكتيف سبيتش، وقلنا عشان كده كل طفل بيتولد في الدنيا لازم نقيس له التي 3 والتي 4 لا يكون عنده كريتينيزم نلحقه. ليه نلحقه؟ لان البلاد برين بارير بيتكون بعد سنتين، فلازم من اول ما يتولد لو عنده نقص في الثيروكسين ادهوله عشان انقذ مخه، يبقى ايديوت. ثيرلي ان هو سيكشوالي بيبقى سترايل وامبوتنت، ده لو كريتين. يبقى كريتين هتقول جمله كده اساسيه جميله تعال اقولها لك تاني، ديلي ان اول ذا مايلستونز اوف نورمال جروث فيزيكال ومنتال وسيكشوال. فيزيكال دورف والبونز مور افكتد ذان سوفت تيشو، دورف والبونز مور افكتد ذان سوفت تيشو. وتاخد كام حاجه من فوق لتحت؟ خمسه. حب النظام الاي سوولن اي ليد ويز نارو فيشر، ديبريس نوز ويز وايد نوستريلز، انلارجد بروترودد تانج بتوين تو ثيك ليبس، وبعدين سوبرا كلافيكولار باد اوف فات تراينجولار باد اوف فات، وبعدين ادو بوت بيلي ومعاها امبلايكال هيرد. يا سلام بقى لو تكتب الكلام كده بالنظام، يبقى فيزيكال ومنتال وسيكشوال، والفيزيكال تقول البونز اكتر من السوفت تيشو وتشرح الخمسه. طيب ومنتال ايديوت وسيكشوال استرايل وامبوتنت. طيب لو اتكلمت على المكسديما دي مش مهمه بقى، هم اساسا المكسديما جنرال سيمبتومز، تقول كلمتين ان هو زي حضرتك كده اباثيك متوه العيان، صوته عنده هورسنس اوف فويس او هاسكي فويس مغلق صوته عشان الايديما هنا في الـ في الـ في الـ في الفوكال كوردز. وبعدين اوعى تنسى في المكسديما لسه مو مكسديما عشان تحت الجلد فيه اديما معاه ميوسين، وقلنا المخاط بيبقى الاستيك فعش كده نون بيتينج نون بيتينج. اوعى تنسى مكسديما اديما وميوسين ومخاط، ما اعرفك بس افتكر بيبقى الاستيك، فيبقى بتبقى في هذه الحاله بتبقى نون بيتينج اديما. وتقول بقى فقدان الثلث الخارجي من الحاجب. هناك تقول قصادها ايه بقى؟ تقول قصادها هناك 2 اكسوبثالموس وجويتر، برغم ان الاثنين دول تقول مش موجودين في كل العيانين سام بيشنتس بس، والاكسوبثالموس تقول فيها كلمتين سببين وتاثيرين. ايه السببين؟ نقولهم تاني يا اولاد مع بعض. انتي بوديز ضد الاكس اوكلر ماسل ادي واحد، وضد الريترو بيريتونيال تيشو فهي انفليم ويسول فالاي تطلع لبره.
طب ده السببين يؤدي الى شيئين. اما العين تطلع لبره يحصل لها دراينس وانفلاميشن، وقلنا علاجها بالقطرة الزيت مش مهم بس بقولها لك، او فيري رير يحصل بلاينس. طب نيجي العلاج، هنا تعالجه بايه؟ الهايبو ده سهل جدا، ده اسهل علاج والحمد لله. شوف ربنا ما بيدي بلوى بيدي معاه الحل، بيدي الداء وبيدي الدواء. بليون شخص عندهم هايبوثايروديزم، العلاج اقراها اصلا ليفوثايروكسين بس، مش اكتر من كده. ايا كان ثايرودا سوبرثايرودا كلهم ليفوثايروكسين. انما هنا بقى في الهايبر لا، العلاج انتي ثايرودا دراجز في الاساس، ومعها برضو ما قلناهاش، قلناها المحاضره اللي قبلها، بيتا بلوكرز. يعني ما نديش بس انتي ثايرودا دراجز، الان عنده انكريس سنسيتيفيتي تو كاتيكولامينز بيتا بلوكرز. يبقى العلاج الميديكال للهايبرثايروديزم حاجتين، طب اقولها لك عشان تفكرها، بيتا بلوكر ثم بيتا بلوكر ثم بيتا بلوكر، اللي هو بروبرانولول اندرال مثلا ومعها انتي ثايرودا دراجز، او كيميكال ثايرودكتومي نحطم الثايرويد كيميائيا بريديو اكتيف ايودين، او اذا كان في ورم او في كومبريشن سيمتوم كانسر او كومبريشن سيمتوم نعمل ثايرودكتومي يا توتال يا سب توتال. وقلنا ليه ما بنحبش الثايرودكتومي؟ علمتها لكم ان في حاجه اسمها ثايرويد ستور، ونمره 2 انها ممكن نعور الكارنت لارينجيال فيحصل هورسنس اوف فويس وديفيكال سوالنج، ونمره 3 ممكن نشيل الباراثايرويد غلط، ساعات بتبقى جوه الغده مش على ظهرها ما نعرفش نتفاداها جوه غده الثايرويد، فالعيان يحصل له هايبوثايرويديزم وتيتن. ادي ليه ما بنعملش الكلام ده، معلش لأهمية المرضين دول مش في الثايرويد، في الطب في عجالة عيدهم 5 دقايق ويبقى فاضل لي 5 دقايق تاني يا ولاد. الثايرويد مرض يتعلق بالفيميلز بالأحرى بالأكثر، حتى قلنا في الهايبر ثايرويديزم وهو المرض الأشهر 2 إلى 10 مرات تقريبا أكثر في الهايبر من الهايبو، I think 2 إلى 10 في بعض الكتب تكتبها 2 إلى 12 مش فرق. Generally speaking نسبتهم في العالم مرض مهم جدا، قلت الثايرويد دي second endocrinal disorder after diabetes mellitus، في الفيميل اكتر نسبته 2 إلى 10 اكتر في الفيميل في الهايبرثايرويديزم، في الهايبو برضو في الفيميل اكتر وبيجي اكتر بعد سن 60. هنا النسبة 1.2 هنا 0.4، لكن طبعا ما تنساش subclinical cases وهايبو تصل الى بليون. cause هنقسمها الى ثايرويدال وسوبرا ثايرويدال، وفي حاله الهايبر بنحط اكتوبيك ثايرويد تيشو، او واحد بياخد ثايروكس من بره من الصيدليه يبقى اكتوبيك حاجه خارجيه، انما هنا ثايرويدال وسوبرا ثايرويدال بس. في الهايبو السوبرا ثايرويدال بنقسمها يا سيكندري في البيتيوتري يا تيرشري في الهايبوثالامس. سيبك من الكلام اللي ملوش معنى ده، ان احنا نقعد لست في الاخر ايه اهم سبب للهايبو؟ هاشيموتو اوتو اميون ديزيز، في انتي بوديز بتعمل ثايرودايتس، التهاب مزمن في الثايرويد تحولها لحته فايبروس تيشو تبقى مش شغاله هايبو فانكشن. هاشيموتو اوتو اميون ديزيز، هاشيموتو اوتو اميون ديزيز. الناحيه الثانيه جريفز اوتو اميون ديزيز، جريفز اوتو اميون ديزيز وانت فاكر اسم الانتي بودي. ثايرويد ستيميليتنج هرمون ريسبتور ستيميليتنج انتي بوديز، يعني انتي بوديز بيستيميليت الريسبتور بتاع تي اس اتش، لو قلناها بالعكس. طب الايفكتس النقطه الثانيه، 5-3 مشتركين، هيقل الكالوروجينسيس والسكين واللابوراتوري تيست. وبعدين في نقطتين بيختلفوا من مرض لمرض، نمسك مين اهم نقطه؟ الكالوروجينسيس، ده هي ولعها ولع، شعللها شعلل، هي الهيتر، هنا بيزيد 100% هنا بيقل للنص 50%. هتتكلم عليه في 4 نقط، واخر نقطه 4 ذا بيشنت كان نوت توريت، هقول ناحيه وانت فاهم عكسها، في الهايبر هوت البادي ويت بيحرق كتير يبقى هيقل برغم ان الابيتايت بتزيد وعنده ثيرست، المسل فيري ويك ثيروتوكسيك مايوباسي، هنا بقى زيها مش المسل بتقوى فاتيج، ما تلخبطش مش العكس. البادي سيستمز من 4 تقسمها ل 4 يبقى في الكالوجينسيس 4 نقط، نمره 4 4 بحب النظام قوي، هارت وسي ان اس الاثنين مع بعض، جاسترو انستاينال اند ريسبيريشن، هنا كل حاجه زايده في الهايبر، عنده تاكي كارديا انكريست كاردياك اوتبوت انكريست بالس بريشر، هنا عنده هايبر ريفلكسيا
عنده انسوميا اريتابيليتي التندون جيرك اكزاجيريتد تعكسها الناحيه الثانيه الرياكشن تايم بيبقى طويل وبتنام كتير هايبرسوميا وما فيش كونسنتريشن وما فيش ميموري وكل حاجه هنا بيبقى دايريا اظن الناحيه الثانيه هتبقى كونستيبيشن وديسبسيا هنا هايبرفنتليشن او هايبريبنيا هنا براديبنيا طب نيجي للسكين واحد سخن بيعرق يبقى السكين رطب واحمر وسخن انما هناك السكين دراي وكورس واصفر يلو وبارد بعدين لابوراتوري الكوليسترول دي اهم سؤال بيجي في الام اس كيو بيتحرك بالعكس هنا هايبر في الهايبر في هايبو كوليسترينيميا انما هنا في الهايبو في هايبر كوليسترينيميا اوعى تنسى الكوليسترول بالعكس في الهايبر في هايبو كوليسترينيميا وفي الهايبو في هايبر كوليسترينيميا تي 3 وتي 4 هنا زايدين في الحالتين وهنا ناقصين في الحالتين التي اس اتش هو اللي بيقول لك هل دي ثايرويدال ولا سوبرا ثايرويدال تعتمد على ان في الثايرويدال بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم لو زادت تي 3 وتي 4 هينقصوا التي اس اتش بالعكس لو قل التي 3 وتي 4 بالنيجاتيف فيدباك هيزودوا التي اس اتش ثم لا تنسى في مرض اسمه اكسوفثالموس جويتر ما تنساش تتكلم على الاكسوفثالموس جويتر بنقطتين وهنا تتكلم على السبيشال سيمتومز بتاعت الكريتين ديلي ان اول ذا مايلستونز اوف نورمال جروث تخلف كل شخص نمو فيزيكال ومنتال وسيكشوال والفيزيكال البونز اكتر من السوفت تيشو وتاخدهم من فوق لتحت اي نوز ماوث اللي اهم حاجه بيبقى عنده ديفيكالت سوالوينج وديفيكالت بريذنج وممكن يختلق بلسانه وبعدين السوبرا ترانجولار باد اوف فات والبوت بليابدو الميكسيديما مش 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 اكثر اهميه هنا ليفوثيروكسين ده العلاج هنا ميديكال بيتا بلوكر ثم بيتا بلوكر ثم بيتا بلوكر وان ثيرود دراجز او كيميكال ثيرودكتومي اللي هو راديو اكتيف ايودين او ثيرودكتومي لو العيان عنده كانسر او عنده كومبريشن سيمتومز نيجي الصفحه الاخيره وهي سؤالين شفوي وننهي بذلك القصه يا شباب بتاعه الثيرويد عشان نبقى عوضنا شويه طيب انتي ثيرود دراجز ليه بيسموها جويتروجينز يعني بنقول للعيان خدي بالك يا بابا هنديكي دواء هيقلل تي 3 وتي 4 يبقى كل ظواهر المرض اللي سببها زياده تي 3 وتي 4 هتحسن ما عدا الجويتر لان لما يقل تي 3 وتي 4 بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم التي اس اتش هيزيد وده بيسود السايز 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 والفاسكولاريتي اوف ذا جلاند فالجويتر هيزيد وزودت لك انا حاجه لينا احنا الاكسوفثالموس حتى قلتها بجمله جميله في مرض اسمه خلاص الاكسوفثالموس جويتر العلاج الميديكال يحسن كل ظواهر المرض ما عدا افتح ودنا الاكسوفثالموس والجويتر اديك فهمت ليه بقى لان هو ما هيحسن كل ظواهر المرض لانه هيقلل التي 3 تي 4 فبالنيجاتيف فيدباك هيزيد تي اس اتش فالجويتر هيزيد عشان كده سموا الادويه دي بقى الانتي ثيرويد دراجز جويتروجينيك مولدات الجويتر في نوعين من الادويه نوع لا يستخدم بس يعني حاجه اكاديميه بنتسلى انك انت الغده عشان تعمل هرمونات بتعمله من الايودايد اللي هو مونوفالنت اين فانت تعمل كومبيتيتيف انهبيشن تخدع الغده تديها مونوفالنت اينز غير الايودايد اللي هو زي الثايسانيتس فهي تاخد الثايسانيتس ظنا ان ده ايودايد بس هو مش ايودايد فمش هتقدر تعمل تي 3 تي 4 يبقى التي 3 تي 4 قل يبقى الميكانيزم كومبيتيتيف انهبيشن طب ليه ما بنستخدموش لانه هايلي توكسيك دراج كلام اكاديمي بس يجي سؤال ام اس كيو هنا ما بيجيبوش حاجات مالهاش قيمه ان الغدة بتعمل الهرمونز من حاجتين تيروزين وايودايت تعلمنا كده فانت بتخدعها الايودايت ده مونوفالنت اين انت هتديلها مونوفالنت اين ما هوش ايودايت ثاني فباي كومبيتيتيف انهيبيشن تاخده خطا ما تعملش حاجه يبقى تي 3 تي 4 قال له انما ده اللي بيستخدم اللي هو بيبلوك الاورجانيك بايندينج فاكر اتحاد الايودين مع التيروزين وهو لسه جزء من الثايروجلوبولين عشان كده سموها اورجانيك بايندينج لان التيروزين مش فري تيروزين انما جزء من الاورجانيك
جزء من الثايروغلوبولين فبيبلوك الاورجانيك بايندينج اللي هو البيروكسيديز انزيم اسمه ثايوكارباميت او في بروبايل ثايوراسيل او ميثيميزول. دي الادويه المستعمله مش مهم تحفظها، احفظ واحده بس ثايوكارباميت. ثايوكارباميت اسهل عشان حتى يبقى الاولاني ثايوسينايدز وده ثايوكارباميت تبقى حتى سهله. اكزامبل هنا واكزامبل هنا، بس انا بقول لك الادويه المستخدمه. بروبايل ثايوراسيل ده الاشهر اذا عاوز تعرف بروبايل ثايوراسيل. ايه عيب الادويه دي؟ سؤال شفه مهم جدا، انها بتحسن كل ظواهر المرض لكن بتكبر الجويتر، عشان كده سموها جويتروجين وادي الاكسبلانيشن. طيب سؤال شفوي اخير ونقفل بيه، جويتر. ما هو الجويتر؟ انلارجمنت اوف ثايرويد جلاند، تضخم في الثايرويد. خد بالك بقى، كان رحمه الله استاذي الدكتور محمد طلعت يقول لنا زياده حجم الثايرويد لا يحمل اي علاقه لزياده الوظيفه. يعني لما الصفه التشريحيه تكبر، الغده كبرت تشريحيا لكن مش شرط تكبر وظيفيا. ممكن الوظيفه تكبر، ممكن، وممكن ما تكبرش ما تزيدش، ممكن بالعكس تقل. يبقى الجويتر انلارجمنت اوف ثايرويد جلاند اكومبانيد ويز ايه بقى؟ نورمال اور هايبر اور هايبو ثايرويد فانكشنز. ناخد الامثله. فيسيولوجيكال جويتر يعني غده كبيره بس انتاج الثيروكسين تي 3 وتي 4 طبيعي، فده فيسيولوجيكال جويتر. احنا قلنا المرض الثيرويد متعلق بالفيميل اكتر، فالفيميل بتحتاج الى ثيروكسين اكتر في مراحل النمو والبيوبرتي اهي في البلوغ وفي الحمل بريجننسي وفي اللاكتيشن في الرضاعه، فالغده محتاجه تطلع ثيروكسين اكتر والايودين المتاح مش كفايه، فتعمل ايه هي بقى؟ تكبر وتخزن الايودين. عملا بالمثل القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، وفي هذه الحاله هتطلع كميه طبيعيه نجحت في انها تتخطى المشكله. الست في البلوغ وفي الحمل وفي اللاكتيشن محتاجه ثيروكسين اكتر وعليه محتاجه ايودين اكتر، فالغده كبرت لتخزن ايودين اكتر، ولكن حلت المشكله بتخزين ايودين اكتر طلعت تي 3 تي 4 نورمال، فيسموها فيسيولوجيكال جويتر. هتقسموها لثلاث انواع هتاخدها في امراض باطنه. بيوبرتي جويتر، لما تجي لك بنت في فتره البلوغ والجويتر كبيره تقول لها ده بيوبرتي جويتر، واحده ست حامل تقول لها ده بريجننسي جويتر، واحده ست بترطع تقول لها ده لاكتيشن جويتر. لا ما تخافيش يا ماما، ايه العلاج؟ سهل قوي انا اقوله لك، ما عليكش. ري اشورنس، طمنها، اشرح لها اللي انا شرحته. انت محتاجه هرمونات اكتر فالغده كبرت عشان تخزن ايودين وتعمل هرمونات اكتر بس. ولو اديتها ايودين طمنت الغده هتصغر. فالعلاج ري اشورنس بلس ايودين سبلاي. ادي الغده ايودين، وري الغده ان في وفره من الايودين مش داعي تكبر وتخزنها. يبقى ري اشورنس، طمنها، ري اشورنس بلس ايودين. تاني حاجه بقى هايبوثايروديزم. زمان كنا قلنا اشهر سبب ليه ايه بقى؟ فاكر؟ نقص الايودين، سيفير ايودين ديفيشنسي. بس خلاص الكلام ده بعد ما حطوا الايودين على التيبل سولتس اتس نو مور ابليكابل. مفيش الكلام ده دلوقتي. او في الهاشيموتو، فاكر؟ ان في انتي بوديز اسمها بقى بالعكس ثايرويد ستيميليتنج هرمون ريسبتور، مش ستيميليتنج انتي بودي، بلوك انتي بوديز. يبقى انتي بودز بتبلوك التي اس اتش ريسبتور، فبالتالي يحصل ايه؟ يضطر التي اس اتش يحاول يعوض يزيد فيكبر الغده، وفي نفس الوقت مش عارف يطلع تي 3 وتي 4 لانه مش عارف يشتغل على ريسبتور. فيبقى ده جويتر مع هايبوثايروديزم بسبب نقص الايودين او بسبب الثايرويد ستيميليتنج هرمون ريسبتور بلوكينج انتي بودز. يعني تقراها من الاخر الاول، انتي بودي بيبلوك الريسبتور بتاع الثيرويد ستيميليتنج هرمون. طب في جويتر مع هايبرثيروديزم اللي هو مين بقى؟ قلناه جريفز ديزيز، كان اكسوفثالموس جويتر، جويتر ومعاه حتى جحوص في العين، قلنا مش كل العينين. هنا بقى في جويتر مع هايبر فانكشن، انتي بودي
بيستيميليت الريسبتور بتاع الثايرويد ستيميليتنج هرمون. يبقى نقولها ثايرويد ستيميليتنج هرمون ريسبتور ستيميليتنج انتي بودز. تقراها من اليمين للشمال تلاقي نفسك فاهم زي الفل. انتي بودي بيستيميليت الريسبتور بتاعت التي اس اتش كانه تي اس اتش فيشغلها اكتر. اما نقولها بقى من الشمال لليمين يبقى ثايرويد ستيميليتنج هرمون ريسبتور ستيميليتنج انتي بودز. يبقى فيه جويتر مع نورمال فانكشن، حتى اسمه فيسيولوجيكال جويتر اللي هو بيوبرتي جويتر بريجننسي جويتر لاكتيشن جويتر، وفي جويتر مع هايبو فانكشن بالسببين الاساسيين اللي هو قلنا السيفير ادين ديفيشنسي والهاشيموتو. زمان سيفير ادين ديفيشنسي، دلوقتي الهاشيموتو. وفي جويتر مع هايبر فانكشن اللي هو اشهر سبب الهايبر فانكشن جريفز ديزيز. في نوع رابع اسمه نوديلر جايتر. النديول دي لو النشطة بتطلع ثيروكسين كتير نسميها هوت نديول اكتيف نديول. لو كبيرة بس ما بتطلعش ثيروكسين كتير نسميها ان اكتيف نديول. بنعرف ازاي؟ بندي العين ايودين مشاعة ونشوف لو الغدة اكتيف هتاخد ايودين كتير، مش اكتيف مش هتاخد ايودين مشاعة ده كتير. ما عرفناش الكلام ده. نوت، بعض الناس تسأل السؤال ده هنا كويس قوي، هل في أكلات تكبر الغدة تعمل جويتر يسموها جويتروجينيك فود؟ في طبعا الكابج، الكرومب، كوليفلاور، الأرنبيط، البروكلي اللي هو البروكلي، دول فيهم جويتروجينيك ايجنتس، يعني فيهم أدوية بتمنع تكوين تي 3 تي 4 زي الادويه اللي خدناها قبل كده، وعليه بالنيجاتيف فيدباك يزيد التي اس اتش وعليه يحصل جويتر. يبقى ما هي الجويتر؟ انلارجمنت اوف ثايرويد جلاند. ليس كبر حجم الغده لا يعني زياده وظيفتها. ممكن يبقى فيه زياده في الوظيفه، نقص الوظيفة، وظيفة طبيعية، وعليه على الأقل تعرف تلات أنواع. الفيسيولوجيكال جويتر هي الوظيفة زي ما هي، وده قسمناها قلنا البيوبرتي وبريجننسي ولاكتيشن جويتر، والعلاج تطمي العانة وتديها أيودين عشان الغدة تطمئن تصغر، مفيش داعي تكبر وتخزن أيودين. في هايبو ثايروديزم جويتر قلنا زي في الهاشيموتو زي السيفير أيودين ديفيشنسي. هايبر ثايروديزم زي في الجريفز ديزيز. وفي نوديلر جويتر يا شباب، يا هوت يا كولد. هل في ادويه بتعمل جويتر؟ هتسال السؤال ده. اشهر ادويه كرومب وارنبيط والبروكلي. في ادويه، في حاجات تانيه بس طبعا انا بديك امثله. ولا تنسى سؤال شافه مهم، من الانتي ثايرويد دراجز التي تستخدم في علاج الهايبرثايرويديزم عيبها الوحيد السايد افكت انها بتحسن كل ظواهر المرض لانها بتقلل تي 3 تي 4، لكن لما يقل تي 3 تي 4 بالنيجاتيف فيدباك بيزيد تي اس اتش فالغده بتكبر، لان الستات بيهتموا بالحاجات الكوزماتيك، مهتمين بشكل رقبتهم، ده هي اكتر حاجه مضايقاهم ان الرقبه كبيره. فانت تقول لها معلش ده ثمن العلاج السايد افكتس، ان هديكي دواء مش هتعملي عمليه مش هنعرضك لحاجه خطيره، بس في المقابل هيتحسن كل حاجه بس رقبتك هتكبر اكتر شويه، لان لما نقلل الهرمونات ده هيحسن كل ظواهر المرض. بالنيجاتيف فيدباك يزيد تي اس اتش اللي بيزود السايز والفاسكولاريتي. وبشكركم يا اولاد، كده خلصنا الثيرويد وعوضنا شويه من التوقف اللي عملناه الحمد لله. والثيرويد غده مهمه جدا جدا، قلت لك السكند اندوكراينال ديس اوردرز بعد الدايبيتس ميليتس. فعاوز للامتحان الاطباء لحياتهم الزملاء في الشرح، يعني أثرناها بمعلومات قيمة مش معلومات تقليدية. بشكركم دائما أبدا على وقتكم، وأتمنى أن أكون يعني بفيدكم في الوقت ده، بفيدتكم. ولم يبقى إلا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. ولا تنسوا من فضلكم الجدول، يعني بحاولوا كده تعملوه اللي هو الكوز والمانيفستيشنز والتريتمنت والبنفستيشن، خمسة التلاتة الأساسيين الكالوروجينيك والسكين واللاب، واثنين هنا واثنين هنا، ياريت تعملوا كده. شكرا و
وأدعو لكم بالتوفيق وأراكم قريبا بإذن الله.